قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قول عن علم يفدينا ويبين للناس الدين ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري بالقسط من جمعية يقال لها جمعية رجال الأعمال وهي لا تمتلك السلعة بل ستشتريها لي وتجدولها علي مع فائدة؟ إذا كان التوصيف بهذا القدر الذي ذكرت فالمعاملة محرمة ولا يجوز لك الشراء، لأن الشركة لا تمتلك السلعة، والنبي قال: لا تبع ما لا تملك. إنما دخلت الشركة كممول من الممولين آخذة المال الذي دفعته مع العائدة الربوية، والله أعلم. سائل يسأل عن حديث: أنت ومالك لأبيك، هل ينسحب على الأم؟ أي يكون أنت ومالك لأمك أو لا ينسحب؟ أقول وبالله التوفيق: ابتداء فالحديث متكلم فيه وأرى إسناده ضعيفا، ثم لو ثبت لم ينسحب على الأم، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن الحكم في العمل في شهادات الاستثمار. شهادات الاستثمار حرام بكل صورها وأقسامها ومجموعاتها، والله أعلم. يسأل شخص عن حكم شرب البوظة. أقول: البوظة إذا وصلت لحد الإسكار فإنها تحرم، أما إذا كانت البوظة لم تصل إلى حد الإسكار فإنها لا تحرم. وكما هو معلوم فإن الشيء إذا كان مسكرا فقليله وكثيره يحرم، والله أعلم. تسأل سائلة عن ذهابها للكوافير التي هي الماشطة، هل يجوز أو لا يجوز؟ فأقول بالله التوفيق: إذا لم تكن هناك محاذير شرعية عند هذه المرأة فلا بأس بالذهاب إليها، فإن كانت العروس تتجمل بالمباح فلا بأس، أما إذا كانت تتجمل بالمحرم كالنمص والوصل مثلا فهذا حرام ولا يجوز. وكذلك إذا كانت العورات ستنكشف فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ بعد اذنك كنت عايز اسال بس سؤال عن الصفارة، حلف الطلاق. انا كنت حلفت على مراتي طلاق بالثلاثة ما تدخل الجامعة طول ما انا عايش، حلفت مرة واثنين يعني مرة وكررتها مرة ثانية كنت في وقت دي يعني، فكنت عايز اعرف كفارتها ايه. كفر كفارة يمين ولا تحسب عليك تطليقة، والله أعلم. كفارة يمين تتمثل في إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، والله أعلم. يسأل سائل
عن حكم إطالة إظفر الإصبع الشمال أو اليمين من إصبع الخنصر، هل هذا فيه هدي؟ أقول بالله التوفيق، هذا من التشبه بالكفار، والنبي عليه الصلاة والسلام وقت في تقليم الأصفار وحلق العانة ونزف الإبط 40، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم البول قائما. البول قائما إذا لم يكن البول سيرتد إلى جسمك ويلوث جسمك، فلا بأس بأن تبول قائما مع الأمن من انكشاف العورة ومع الأمن من ارتداد البول عليك. وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، لكن كانت أغلب أحواله البول جالسا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ كذا قالت، لكن المثبت مقدم على النافي، لكن كلامها يفيد أن أكثر أحواله كانت البول جالسا، والله أعلم. يسأل سائل عن غسل الجمعة، هل هو واجب أم سنة مستحبة؟ أقول بالله التوفيق، جماهير العلماء على أن غسل الجمعة سنة مستحبة ليس بواجب، والله أعلم. تسأل سائلة: هل زوج أختي محرم لي ويجوز أن أسافر معه أو لا يجوز؟ فأقول بالله التوفيق، زوج أختك ليس بمحرم لك، إنما هو محرم مؤقت، لا يجوز له أن يسافر بك ولا أن يخلو بك، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول السائلة: عم زوجي هل يجوز له أن يصافحني؟ لا، لأن عم الزوج ليس بمحرم لك، وبالله تعالى التوفيق. تقول السائلة: خطبت ووالد زوجي، والد خطيبي، وأنا لم أعقد، والد خطيبي يريد أن يراني قبل أن يتمم العقد، هل يجوز؟ لا يجوز ذلك، لأن والد الخاطب ليس بمحرم، بل والخاطب نفسه ليس بمحرم، إنما يجوز له أن يراك، يعني الخاطب نفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها. فالأمر للخاطب ليس لوالد الخاطب، والله أعلم. يسأل سائل عن المراد بقوله تعالى: والمؤتفكة أهوى، ما معناها؟ فأقول بالله التوفيق، إن المؤتفكات أو المؤتفكة، المؤتفكات مدائن قوم لوط، والمؤتفكة قيل هي مدينة قوم لوط، ومعنى أنها مؤتفكة أي أن الله أمر برفعها إلى السماء ثم قلبت كما قال: فجعلنا عليها سافلها، فلهذا سميت بالمؤتفكات يعني المنقلبات، فهذه هي مدائن قوم لوط. ومعنى أهوى أنها رفعت من الأرض إلى السماء ثم قلبت على وجهها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل يجوز الأخذ بالشمال أو لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ إلا بيمينه ويعطي بيمينه، ونهى عن الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال، فقال: لا يأخذن أحدكم بشماله ولا يعطين بها، أو كما قال:
فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المعنى، والله أعلم. هل ثبت حديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في ختام المجلس؟ نعم ثبت بمجموع الطرق، وبالله تعالى التوفيق والله أعلم. سائل يسأل قائلا: من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ماتت في حياته؟ أقول ماتت في حياته زوجتان، خديجة وزينب بنت خزيمة التي يقال لها أم المساكين والله أعلم. السلام عليكم. نعم. سائل يسأل عن معنى الدباء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهل إذا أكلت منها تعتبر تلك سنة؟ قل الدباء والله أعلم هي القرو العسلي، القرو العسلي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء ويتتبعها من أطراف القصعة عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من الأمور الجبلية ليست بالواجبة أو التي يتعبد بها، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عما يحدث في الفضائيات بين المرشحين للرئاسة، وكل منهم يطعن في الآخر أو يثني على نفسه، هل مثل هذا سائغ؟ أقول وبالله التوفيق. أما الطعن فلا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. أما التزكية فقد قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولكن إذا دعت الحاجة وبقدر الحاجة يبين الشخص كفاءاته فقط كي يرشح للعمل الذي من أجله يسعى. أما أن يبالغ في الإطراء على نفسه تزكية نفسه فلا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى بارك الله فيك وفيك. أسألك على الموضوع ختان الإناث، ختان الإناث توضحوا عضلتك والحرمانية فيه بالنسبة للطبيب بالنسبة لل... ختان الإناث أمر مباح، ختان الإناث أمر مباح، الطبيبة تحدده. أما كحكم كما أسلفت دائر بين الإباحة والاستحباب، لا يصل إلى الوجوب ولا يترد إلى النهي عنه، بل هو على حسب ما تراه الطبيبة صالحا للفتاة والله أعلم. ولم يصح فيه بخصوصه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث الختان مكرمة للرجال، الحديث الذي فيه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء أو العكس فلا يثبت ولا يصح والله أعلم. يسأل سائل عن معنى الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين أن تحلف يمينا على فعل شيء وتعقب اليمين في الحال بقول إن شاء الله، فإذا قلت مثلا: والله لن أسافر إن شاء الله، والله لن أسافر إن شاء الله، وسافرت فلا كفارة عليك، فمن حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث والله أعلم. يسأل سائل: هل يجوز تمال الدف في الأفراح؟ نعم يجوز للنساء أن يستعملن الدف في الأفراح، ولقد حسن البعض حديث واضربوا عليه بالدفوف وبالله تعالى التوفيق. هذا وقد أتت امرأة
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت نذرت فافعلي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازاي فضلتك؟ الحمد لله. حضرتك، أنا أخويا في رابعة هندسة وساب الكلية علشان عايز يتجه للعلم الشرعي بس، وبيقول إن العلم الدنيوي مش، ما احناش في حاجة ليه دلوقتي، احنا في حاجة للعلم الشرعي بس. واستاذن حضرتك في تليفون حضرتك عشان نكلمك بعد الحلقة إن شاء الله. خذه من الإخوة والأخوة، خذه من الإخوة في الغرفة. أما عن النصيحة فأنصحه أن يكمل تعليمه، وإن شاء بعد أن يتجه للعلم الشرعي يتجه، وذلك لأنه سيبطل عمله ويضيع 4 سنوات من حياته. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن معنى الخف. الخف هو شيء من جلد يلبس في الرجل يغطي بز الرجل، أي يغطي إلى ما فوق الكعبين اللذين يغسلا في الوضوء. فهذا الخف هو يجوز المسح عليه إذا كنت قد أدخلت رجليك فيه طاهرتين، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن أو الحزن، هل ثبت؟ نعم، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا: كنت في سفر فصليت العشاء وأنا في طريق الرجوع قصرا، ثم وصلت إلى بلدتي والناس يصلون العشاء، هل أصليها مرة ثانية أم لا؟ لا تلزم بصلاتها مرة ثانية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا عايز أسأل الشيخ والله على أساس إني أرباح فوائد الودايع. فوائد الودايع، فوائد الودايع حرام. فوائد الودايع حرام. حرام؟ نعم. شكرا جزيلا. عفوا. يسأل سائل عن الصلوات، هل صلوات المسافرين هل العبرة بدخول الوقت أو العبرة بوقت الأداء؟ بمعنى يقول: أنا خرجت من بلدتي بعد الظهر ولم أصلي الظهر وسافرت في الطريق، هل أصلي الظهر 4 أم أصليها 2 فقط؟ الظاهر أن العبرة بوقت الأداء فتصليها 2 فقط، وبالله تعالى التوفيق. كما أنك إذا كنت مسافرا أو عفوا راجعا إلى بلدك وأذن المؤذن العشاء عليك وأنت في الطريق لك أن تصلي قصرا، لكن إذا وصلت إلى بلدتك صليت تماما، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم، رقم تليفونك شيخ، عايز رقم تليفونك. خذه من الإخوة في غرفة التحكم. سائل يسأل عن خلط التمر بالزبيب، هل هو حرام؟ كانت هناك نصوص في أول الأمر ينهى فيها النبي عن ذلك، عن نبذ التمر مع الزبيب في إناء واحد، لأن ذلك يسرع إلى التخمر، يسرع بالشيء إلى التخمر. وبعد أن استقرت الأحكام قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور
فانتبذوا كيف شئتم ما لم تشربوا مسكرا. فأخذ فريق من أهل العلم من قوله ما لم تشربوا مسكرا على أنه يجوز نبذ التمر مع الزبيب في إناء واحد ما لم يصل إلى حد الإسكار، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز للفتاة التي ترتدي جلبابا أسود واسعا سابغا لقصرها أن تلبس نعلا من النعال ذات الكعب العالي؟ أقول وبالله التوفيق يجوز لها ذلك إذا كانت لن تفتن الناس بهذا الكعب العالي، لا بحركاتها ولا بتقلبات جسمها، والله أعلم. سائل يسأل يقول طلبت مني أمي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل سؤال، بس أنا كنت مطلقة وكان عندي بنت، المهم اتقدم لي واحد وقال لي كان شرط الأساس إن أنا يتجوزني بعد بنتي، يعني المهم موافق دلوقتي على جوازنا ونجوز، وقال لي بنتك قبلك والكلام ده كله الحلو اللي هو قبل الجواز، جه بعد الجواز بعد ما خلفت دلوقتي بقول أنا مش عايز بنتك. البنت أبوها موجود أو يتيمة؟ أبوها موجود بس أبوها مش عايزها. أبوها لا يريدها؟ إذن هذا الزوج أخل بالشرط. طب أنا ويأسم فإذا أردت أن هذا الزوج أخل بالشرط ويأسم لإخلاله بالشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فهذا الزوج أخل بالشرط ويأسم لإخلاله بالشرط، والله أعلم. يسأل سائل أو سائلة تسأل هل يجوز لها أن تشترط عند الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها؟ هل يجوز للمرأة أن تشترط عند الزواج على الزوج ألا يتزوج عليها؟ نعم لها أن تشترط ذلك لعدة أو لعدم وجود المانع، وبهذا قال عدد كبير من العلماء، والله أعلم. كذا يسأل السائل هل يجوز للزوجة أن تشترط عند الزواج ألا يخرجها زوجها من بلدتها؟ نعم يجوز لها ذلك، وإن أعطاها هذا الشرط فقد ألزم به، وبالله تعالى التوفيق. هذا ولا فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فسائل يسأل يقول أبي عقد على امرأة وطلقها قبل أن يبني بها، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ أقول لا يجوز لك، لأنها تحرم عليك وعلى إخوانك بمجرد عقد أبيك عليها، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولم يقيد هذا بالدخول من عدمه، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل نسأل قائلا هل يسأل السائل قائلا هل إذا تركت مسح أذني في الوضوء هل وضوئي يصح أم أنه باطل؟ بل الوضوء صحيح، وحديث الأذنان من الرأس حديث في أسانيده مقال، ثم لو ثبت لم تكن به حجة، وذلك لأن النبي وذلك لأن الجمهور من العلماء على أن مسح بعض الرأس يجزئ، ولقد قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال بعض العلماء الباء للتبعيض، والله أعلم. يسأل سائل يقول عندنا قطة تؤذينا
وتؤذي الأبناء وتأكل الدجاج، وعجزنا عن إيجاد حل لها، هل يجوز لنا أن نسمها إذا كانت تؤذي أبناءنا وتؤذي دجاجنا؟ نعم يجوز لك ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل؟ نعم ثبت، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ؟ نعم. بقول لحضرتك، واحدة طلعت نفسها بالحولة دون علم زوجها، طلقت ولو عندها فلوس ولو عندها حاجات، وراحت اتجوزت، ما حكم البنت كده؟ القاضي الذي طلقها ولا ماذا؟ طلقها بناء عنها لا تستطيع انها مش عارف تقوم حدود الله والكلام ده. يعني القاضي الذي طلقها زواجها الثاني صحيح، وان كانت كذبت او غشت فلك فعليه اسم اكل اموالك بالباطل، والله اعلم. سائل يسأل عن حكم الصلاة بالثوب الشفاف، ثوب تحته سروال لكنه يشف الفخذ، هل الصلاة فيه تصح أو لا تصح؟ الصلاة تصح مع الكراهية الشديدة، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا هل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ، أنا لسه متصلة دلوقتي وحضرتك ما كملتش بقية الرد، أنا أعمل إيه دلوقتي يعني؟ أسيبها تمشي؟ مين هي يا أختي؟ بنتي اللي هو جوزي وافق على جوازي بحيث إن هو يخلي بنتي معايا، دلوقتي أنا أسيبها تمشي يعني؟ أنا مش ولا أطلق أنا كمان وأمشي ولا إيه؟ لا يعني حاجة ترجع إليك المصلحة والمفسدة أنت تقدريها، لكنني أقول إنه زوج ظالم مخادع، والنبي عليه السلام قال: إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، وما دمت قد اشترطت عليه أن ابنتك تتربى معك فليس له أن ينقض هذا، فإن يعني إن وقعت في حرج فلك أن ترديها إلى والدها، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم الأكل باليدين معا كما يفعل كثير من الناس، يمسكون السندوتش هكذا يأكلونه بيديهما، يأكلونه باليدين معا، هل هذا سائغ؟ أقول وبالله التوفيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بالشمال، وهذا إذا صنعت هذا وهكذا باليدين معا فقد أكلت بالشمال أيضا، فابتعد عن هذا وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل قائلا: ما حكم صبغ شعري بالحناء؟ والسائل رجل والحناء حمراء، يجوز صبغ الشعر بذلك ما لم تدلس به على مخطوبة؟ والله تعالى أعلى وأعلم. تقول السائلة: لي سنة بارزة، هل يجوز أن أذهب إلى الطبيبة كي تردها إلى مكانها وتقوم الأسنان؟ بالتوصيف المذكور يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن لحم الضب، حرام هو أو حلال؟ أقول بالله التوفيق، لحم الضب
حلال لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي ذلك، وبالله تعالى التوفيق. سئلة تسأل عن أقل مدة للحمل. أقل مدة للحمل كما قال الجمهور من العلماء 6 أشهر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، ما في واحد طلع مراته مرتين، هاي الحكم في كده؟ طيب يبقى خلوا مرة تانية، مرة ثالثة. إذا قال لها أنت طالق مرة ثالثة حرمت عليه، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم أكل الدجاج الأبيض. حكم أكل الدجاج الأبيض أنه حلال، لا شك في هذا، فالدجاج الأبيض حلال. يسأل سائل عن حكم أكل اللحوم من عند الجزارين المصريين، هل يجوز أو لا يجوز، لأنه سمع بعض المشايخ يقول لا يجوز لأنهم يسبون الدين. أقول بالله التوفيق، الأصل أنهم على الإسلام ولا ينتقل عنه إلا بقرينة واضحة، فأصل عموم الجزارين في مصر مسلمون على الإسلام، فإذا تؤكل ذبيحتهم. ولقد قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فيجوز إذن أن تأكل ذبائح الجزارين المصريين، فهم مسلمون، ودعك من القول القيل بغير ذلك، فإنه قول متشدد بعيد عن الحق والصواب، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم الانتفاع بجلود الميتة. إذا دبغت جلود الميتة جاز الانتفاع بها، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل عن حكم شراب الشعير، يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان يسكر لا يجوز، وإذا كان لا يسكر جاز، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم النوم على البطن، هل ورد فيه نهي ثابت؟ أقول وبالله التوفيق، إن الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف، فيه راو مجهول يقال له يعيش ابن طهفة وقيل ابن طخفة ولا يثبت. فعليه حديث النهي عن النوم على البطن حديث ضعيف، والله أعلم. يسأل سائل أيضا عن النوم مستقبل القبلة، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عند نومه يستقبل القبلة؟ لم أقف على نص بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يفيد هذا المعنى، والله أعلم. هذا وقد ورد أيضا أن الشخص يتقلب عن يمينه وشماله أثناء نومه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل والتحري والتقلب في الفراش، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ، مساء حضرتك. نعم. بقول لحضرتك، أنا كنت قريت فتوى لحضرتك عن جواز استخدام جوزة الطيب،
فكنت عايز اعرف الراي، الراي ده بناء عليه، بحيث ان انا قريت اراء كتير قوي. جوزة الطيب اذا كانت تسكر تحرم، واذا كان كثيرها يسكر فقليلها ايضا حرام، لكن الذي نما الى علمي انها تفتر ولا تسكر. وحديث كل مسكر ومفتر حرام حديث ضعيف، اما كل مسكر حرام حديث ثابت. فعليه اذا كانت تفتر ولا تذهب العقل، وهذا الذي بلغني في شأنها، فليست بحرام، والله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ نعم، ارفع صوتك. كان في سؤال كده بعد اذن حضرتك. ارفع صوتك لو سمحت. ممكن نشارك؟ نعم. سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. ممكن نشارك واحد احنا بالمجهود والبضاعه وهو يقسط بس الحد؟ يعني انت بالمجهود والبضاعه وماذا؟ هو هي هي هنبيع بالقسط. احنا عندنا شركه بنبيع لبات، هنبيع بالقسط. هو في واحد هيخش بس عشان يمون للناس. لا يجوز، لا يجوز. امال الطريقه المضبوطه تبقى ازاي؟ يدخل كشريك له ربحه وعليه خسارته. ما هو هيخش كشريك بس في البيع بالقسط بس. لا يجوز. لكن البيع كاش ما يعتبرش شريك. هو يقوم مقام البنك الان بالضبط. لا يجوز. تمام. يسأل سائل عن مسألة، وهي هل يجوز علاج الكافر؟ نعم يجوز علاج الكافر، لأن الصحابة رقى بعضهم رجلا كافرا على قطيع من الغنم، أي مقابل قطيع من الغنم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويسأل سائل عن حكم الاقتراض بالربا لبناء مسجد، لبناء منزل، هل يجوز؟ قل لا يجوز الاقتراض بالربا لبناء المنازل، بل اسكن إلى أن يوسع الله عليك ولا تدخل في القروض الربوية، بارك الله فيك. أيضا سائل يسأل، أو هي سائلة تسأل عن حكم ثقب الأذن أو ثقب الأنف للتحلي فيهما، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا. وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة، اللهم آمين، وأن يولي عليها خيارها، وأن يصرف عنها الأشرار والفجار، والله أعلم. هذا. وأوصي نصارى مصر بالتوبة إلى الله من شركهم ومن كفرهم وضلالهم، ذلك بأنهم يدعون أن الله له ولد، فيشهدون شهادات زور على ربهم، يشهدون على ربهم شهادات زور، وهذا جرم كبير. قد قال تعالى في شأن أقوام: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء النصارى جعلوا لله من عباده جزءا، فنالوا بذلك اسم الكفر، إن الإنسان لكفور مبين. فعيسى عليه السلام ليس بابن لله، وليس بالله، وليس بثالث ثلاثة، من قال ذلك كفر وخلد في النار. فتوبوا إلى الله معشر النصارى، فإنكم تشهدون زورا على ربكم وخالقكم، تشهدون أن له ولد، وسبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا. أوصي الصوفية في مصر بالتوبة إلى الله مما يقترفه بعضهم من الشركيات بطوافه حول القبور وسؤاله غير الله سبحانه وتعالى وطلبه المدد من الأموات،
فكل هذا يردي في الجحيم. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.